طيب دي نقطة يا ريت كمان أنا هشرحها المرة تانية وحضرتك تساعدني بقى فيها عشان نوصلها للناس، لأن دي نقطة هامة جدا هتريح ناس كتيرة جدا. لو احنا افترضنا يا عمرو إن امتحان اللغة العربية اللي حضرتك شفته ده فيه 60 سؤال، أيوه لو أحسن طالب في مصر في اللغة العربية حل 45، هتبقى الدرجة النهائية لهذه المادة تضارع ال 45 مش ال 60، النسبية. يعني احنا بنقيس مستواهم لبعض، هم مبرمجين انهم يقفلوا الامتحان، وبالتالي هو بيطلع عنده احساس انه مقصر او انه عمل وحش، هو ممكن يكون عمل كويس على فكرة لو قارن نفسه بزمايله زي ما احنا ناويين نعمل. فاول ما هتطلع نتيجة الامتحان هيعرف انه ايه ده، انا ما كنتش وحش قوي زي ما انا فاهم، لان النظام ده. وعشان كده في اولى وثانيه ثانوي حضرتك تفتكر كنا بنطلع النتيجه من غير درجات، كنا بنطلعها ببار عليه الوان، كنا بنقول المجموعه اللي فوق واللي تحتها زي امتياز وجيد جدا وجيد بس دكتور ومقبول. طارق، واضح انه السنتين اللي فاتوا ما ادوهمش برضو القدره على انه يهضموا السيستم. السيستم حتى الآن غير مهضوم، بدليل أنه الناس بتتكلم على حاجة جديدة لانج، يعني بيتكلموا على شيء بالنسبة لهم غريب. وفكرة تقفيل الامتحان لأنه هو أول سؤال أمها أو أمه بتسأله حليت الامتحان كله، فيقول لها لا ملحقتش، وهي هو ده سبب المشكلة الكبيرة النهاردة. طيب لعل بقى الحديث ده يبقى ناس معانا كتير ونوجه لهم الكلام، ما تسألوش الولاد السؤال ده. احنا لو عندنا 10 بنسأل كل واحد انت حليت كام سؤال ونقارن ببعض، مش بنقارن بالمية في المية خالص. ولو كان زي ما قلنا كتير اعلى طالب في الدفعة جايب 85، هتبقى الطب من 85 والتنسيق هينزل لهذا الرقم، فده لا يؤثر على فرص الناس في الجامعة خالص. المجتهد بغض النظر عن الارقام هيدخل ما الكلية اللي يستحقها. كل اللي بيعمله نظام التقييم هو التفرقة بين المستويات بشكل أكتر عدالة، مش زي ما تلاقي السنة اللي فاتت 30% جايبين فوق 95%. هل ممكن علشان نطمن ولادنا انه قريب يكون في عينه للاجابات ونتائجها قريب للناس، يعني نقول لهم العينه بتاعت الامتحان ده كانت نسبتها قد ايه عشان الشباب بس يطمنوا وهم بيكملوا امتحاناتهم في الثانويه العامه؟ بص يعني من غير حتى العينه دي هتاخد 4-5 ايام، لان احنا بنستخدم ورق دلوقتي، فالورق ده لازم يتنقل بقى. عارف لو كنا بنستخدم التابلت زي ما كنا عاوزين كانت النتيجه طلعت دلوقتي واحنا بنتكلم، انما المشكله دلوقتي ان احنا بننقل 700,000 ورقه من جميع محافظات مصر للقاهره، وبعدين طبعا بيخشوا كنترولات وبيتسجلوا وتعمل محاضرات، بياخد وقت يعني. المهم العينه دي هتطلع على اخر الاسبوع، وعلى اساسها هيلاقوا صوره مريحه جدا. من هنا لحد اخر الاسبوع بقى يا ريت بس نعمل حاجتين: لا نلتفت لما يسمى الغش الإلكتروني لأن احنا مسيطرين عليه ولن يؤثر عليهم مطلقا. تخيل الطالب اللي هو بيستنى بقى لما يبعت حاجة ويجيله الإجابة ويدور عليها في 60 سؤال وبتاع، ده مش هيحل ولا ربع الامتحان ولا يلحق، لن يؤثر ولا هيلحق، ولا هو جايب الإجابة الصح، لأنه الإجابات معمولة بنماذج الامتحانات بنماذج مختلفة، فهو هيجيب إجابة هيكتبها كلها غلط. فبالتالي ما نعملش لا نلتفت لدول خالص، نخلينا في الموضوع الأهم، موضوع الأسئلة وزمن الامتحان. يا أولاد حلوا أكبر قدر من الأسئلة الصحيحة، وما تحسبش أدائك خالص بالنسبة لعدد الأسئلة، احسبه بالنسبة لزمايلك، لأن المسطرة واحدة على الكل. فالمجتهد هيطلع أول واحد، والله يبقى مجموعه 70%، مجموعه 90%، مش فرق، المهم إن هو الأول، واللي تحته هينزل تحتيه، والتنسيق هيمشي على نفس الأرقام دي، وبالتالي فرصنا محفوظة. المجتهد هياخد نصيبه، والمجتهد أقل شوية برضه هياخد نصيبه بغض النظر عن الرقم. بس ثقافة تقفيل الامتحان والمية في المية هي اللي محتاجين ما نقسش عليها أدائنا.